يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي يترتب على القول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله؟ ترتب عليها جحد صفة من صفات الله عز وجل، وذروا الذين يلحدون بأسمائه، هذا الحاد بأسماء الله وصفاته، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا أيضا يعتبر تعطيلا للأوامر والنواهي. الله ما يأمر ولا ينهى، إذا كان لا يتكلم فكيف يأمر وينهى؟ من اللي يأمر وينهى إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهذا تعطيل للأوامر والنواهي، تعجيز لله عز وجل. الله جل وعلا وصف آلهة الكفار بأنها لا تنطق ولا تسمع ولا تبصر. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إله، لأن الرب لا بد أن يكون آمرا ناهيا مدبرا، وكيف يحصل هذا بدون أنه يتكلم؟ هذا تعطيل للأوامر والنواهي. فالله عاب الأصنام بأنها لا تنطق ولا تتكلم، فلا تصلح أن تكون آلهة. كيف تأمر وتنهى وتحلل وتحرم وهي لا تتكلم؟ هذا عجز. نعم.